يتفضل جناب الشيخ سلام الناصري من العراق لتقديم ملخص بحثه في وقت أقصاه 10 دقائق لطفاً، الموسوم البعد الكلامي في تراث الإمام السجاد عليه السلام. جناب الشيخ سلام الناصري، تفضل جناب الشيخ. من مواليد الناصرية وتحصيله الحوزوي البحث الخارج، وله نشاطات عدة، فهو أستاذ المقدمات والسطح في حوزة النجف الأشرف، وصدر له العديد من تحقيقات الكتب التراثية، منها كتب عدة للشيخ عبد الرحمن بن العتائقي، وبعض كتب السيد المجدد الشيرازي، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسيد المجاهد، كما شارك في تحقيق موسوعة المناهل من تأليفات السيد محمد المجاهد، فضلاً عن مشاركته في اللجان العلمية لعدد من المؤتمرات كمؤتمر السيد المجاهد ومؤتمرات الإمام الحسن المجتبى، ومؤتمر أخيراً ومؤتمر أسبوع الإمامة. فأهلاً وسهلاً جناب الشيخ، تفضل وأتحفنا بما جاد عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سادة العلماء، مشايخ الفضلاء، الأساتذة الأكارم، الأخوة الفاضلات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحسنتم. في البدء أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الغدير الأغر وعيد المسلمين الأكبر. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بعروة آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما وتقدم بخالص الشكر والثناء على الراعين لهذا المؤتمر والقائمين عليه، الذي فيه إحياء لذكر آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم، بدءا من المتولي الشرعي دام عزه، ومرورا بالأمين العام للعتبة العباسية المقدسة ومجلس الإدارة والإخوة القائمين على هذا المؤتمر الكريم من لجان تحضيرية وإشرافية بشتى صنوفهم وتشكيلاتهم، وكذلك للإخوة الباحثين والحاضرين جميعا. أما ما يتعلق بالبحث سادتي الأكارم، فالبحث قد وسمته بالبعد الكلامي في تراث الإمام السجاد عليه السلام، التوحيد في الصحيفة السجادية أنموذجا. فجعلت البحث سادتي أخوتي على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. المبحث الأول يشتمل على مطلب واحد، والمبحث الثاني يشتمل على مطلبين اثنين. أما المقدمة فقد ذكرت فيها فضل الدعاء وأثره على الفرد والمجتمع، وكيف أولت الشريعة أهمية قصوى له، فقالت هو سلاح المؤمن، وكذلك هو صلة العبد بربه، وهو نور السماوات والأرض كما ورد في الأدعية والأخبار. وكيف أن الشريعة حددت آدابا خاصة لأجل أن يكون هذا الدعاء مستجابا، وأولت له مكانة خاصة وأهمية خاصة ودرجة خاصة حتى يضمن الإجابة من واهب النعم تبارك وتعالى. وبما أن دستورنا الكتاب الكريم والعترة الطاهرة، فالقرآن حث على الدعاء بآيات عديدة وموارد كثيرة، منها قوله تعالى ادعوني استجب لكم، وكذلك عد للقرآن وهم العترة صلوات الله وسلامه عليهم، أعطوا أهمية كبيرة لهذا المورد العظيم من خلال كلماتهم وخطبهم وإرشاداتهم ومواعظهم. ومن أهم هذه الخطوات التي اتخذها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو ما سطرته أنامل الإمام ببركة إملاء الإمام. فالصحيفة السجادية سادتي مشايخي إخوتي أخواتي أملي من الإمام بخط إمام أيضا، فلها مكانة سامية عظيمة جليلة في نفوس المسلمين جميعا.
ولم يقتصر هذه الصحيفة بالحقيقة على طلب الحاجة والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، بل هي حددت مجموعة النظم والأطر العامة للفكر الإسلامي بصورة عامة، وركزت بتركيز شديد على الفاحص المتأمل القارئ لهذه الصحيفة، ركزت على أصول الدين وأصل هذا الأصول وهو التوحيد أيضا، ركزت على هذا المبدأ وركزت على هذا الركن الأساسي، فطرحت المنظومة الإسلامية برمتها وكان على رأسها أصول الدين والتركيز منه صلوات الله وسلامه عليه على أصل هذه الأصول وهو التوحيد بأقسامه المتعددة. فاستخرجت أخوتي أخواتي استخرجت من كلامه ما يسلط الضوء به على هذه الأقسام بحسب فهمي القاصر وذهني الفاتر. والمبحث الأول اشتمل على التعريف بمفردات العنوان. عنوان بحثي كان البعد الكلامي في تراث الإمام السجاد عليه السلام، التوحيد في الصحيفة السجادية أنموذجا. عمدت إلى مفردات هذا العنوان وسلطت الضوء عليه بشكل مقتضب، وجئت على ذكر سيرته المباركة لا لأجل إضافة، وإنما لأجل التبرك بسيرته وباسمه المبارك، لأجل أن ينير هذا البحث وهذه الكلمات طلبا للتبرك لسيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك بينت مفردة التراث، ما المقصود بمفردة التراث بشكل مقتضب. فتراثه صلوات الله وسلامه عليه الواصل إلينا مجموعان، من حيث المجموع هو يكون في الصحيفة السجادية وكذلك في رسالة الحقوق التي تشتمل على أكثر من 50 حق. وكذلك جئت إلى ذكرت سند الصحيفة، هناك كلام في الصحيفة وسند الصحيفة، فذكرت جملة من كلام الأعلام الذين ينصون على أن الصحيفة وردت إلينا بالتواتر، وأثبتت ذلك من خلال كلمات رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وأيضا ذكرت أسماء الصحيفة السجادية، منها ما هو مشهور ومنها ما هو مغمور. من الأسماء المشهورة زبور آل محمد، وأول من أفتى بذلك، وكذلك إنجيل آل محمد، وكذلك تسمى باسم ثالث وهو مصباح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولها اسم آخر ما يعبر عنها بأخت القرآن. وأشرت أيضا إلى مسألة مهمة سادتي أخوتي التي قام بها صلوات الله وسلامه عليه في التي أثبتوا فيها الدساتير القرآنية والسيرة النبوية، ودافعوا لما دافعوا صلوات الله وسلامه عليهم دافعوا عن هذه الشريعة الإلهية والسيرة المحمدية، دافعوا بالسنان مرة كما قام به المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وقاموا بالدفاع عن التعاليم الإسلامية والسيرة المحمدية باللسان أخرى، وهذا ما قام به الأئمة من بعد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعلى رأسهم الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وتوجه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إلى الأمة الإسلامية من خلال محورين رئيسيين، المحور الأول وهو الدرس والاحتكاك المباشر بطلبته، والمحور الثاني وهو الدعاء، التوجه إلى الأمة بالدعاء. يرى بعض أعظم العصر سادتي أخوتي أخواتي الفاضلات، يرى بعض أعظم العصر أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما خط بأنامله الشريفة هذه الصحيفة المباركة لأجل علاج مرضين اثنين واجهته الأمة بعد الفتوحات الإسلامية. المرض الأول وهو الانفتاح على الثقافات الكبيرة والهائلة عقب الفتوحات التي صارت ودخول الناس في دين الله أفواجا. هذه الانفتاحات على الثقافات وعلى المجتمعات المختلفة عن المجتمعات الإسلامية تحتاج إلى علاج، فكان علاج الإمام صلوات الله وسلامه عليه لذلك هو من خلال الدرس، من خلال الاحتكاك المباشر، بل من خلال الاحتكاك المباشر بطلبته لأجل أن يبث تعاليم أهل البيت ورؤيتهم الخاصة للقرآن وللسيرة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول هذا العالم
قدس سره الشريف أن الإمام عالج مسألة الانفتاح على المجتمعات المتباينة المختلفة التي دخلت في دين الله من خلال الدرس. هذا الخطر الأول. الخطر الداهم الثاني وهو خطر سادتي أخوتي هو خطر الانصياع والترف الاقتصادي الذي مني به المجتمع آنذاك بسبب الفتوحات والرفاه الاقتصادي. تنعم الناس في ذلك الوقت بترف أخرجهم عن تعاليم الإسلام، فأغدقوا في ماذا؟ في الترف والسرف والابتعاد عن دين الله والانغماس باللذات الشخصية. هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه عالج هذه الفقرة بالدعاء من خلال التضرع ومن خلال الابتهال إلى الله تبارك وتعالى لأجل أن يعالج هذا المرض الذي منيت به الأمة الإسلامية. هكذا يقول هذا العالم رضوان الله تبارك وتعالى، وأثبت ذلك من كتابه من كلماته. وذكرت كذلك سادتي وإخوتي، ذكرت المراحل التي مرت بها الصحيفة السجادية وهي قرابة 6 مراحل. المرحلة الأولى كانت على يد محمد بن أحمد المطهري رحمه الله، وكانت الصحيفة في ذلك الوقت تشتمل على 54 دعاء فقط. المرحلة الثانية وهي مرحلة التي جمع بها الحر العاملي أضاف على ما أضافه المطهري، وبلغت عدد الأدعية في تلك المرحلة 65 دعاء. والمرحلة الثالثة هي التي جمعها صاحب الرياض، التي جمعها صاحب رياض العلماء الميرزا عبد الله الأفندي قدس سره الشريف، والمرحلة الرابعة للميرزا النوري صاحب المستدرك، وبلغ عدد الأدعية 77 دعاء. والمرحلة الخامسة هي من جمع السيد محسن الأمين العاملي قدس سره، وكان عدد الأدعية 182 دعاء. والمرحلة السادسة والأخيرة هي مرحلة الشيخ محمد صالح المازندراني الحائري، وهي التي ما بين أيدينا اليوم بمرحلتها السادسة. وكذلك بينت معنى التوحيد باللغة والإصطلاح. هذا كله في المبحث الأول. والمبحث الثاني يشتمل على مطلبين اثنين. المطلب الأول هو ذكرت فيه أقسام التوحيد. انتخبت من أقسام التوحيد، انتخبت 8 أقسام صلت الضوء عليها، والقسمة قد تكثر وقد تقل من وجهة نظر عالم إلى آخر. أنا انتخبت هذه الأقسام 8. فالتوحيد الذاتي الذي هو ينقسم إلى قسمين، توحيد واحدي وتوحيد أحدي، والتوحيد الصفاتي، والتوحيد في الخالقية، والتوحيد في الربوبية، والتوحيد في الحاكمية، والتوحيد في التشريع، والتوحيد في الطاعة، والتوحيد في العبادة. هذا كله في المبحث الأول، في المطلب الأول من المبحث الثاني. المطلب الثاني من المبحث الثاني هو استخرجت فقرات بحسب ذهني وفهمي من كلمات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأجل أن أبين للقارئين والباحثين بحسب ما أفهم أن هذا المقطع ينسجم مع التوحيد الواحدي، هذا المقطع ينسجم مع التوحيد الأحدي، هذا المقطع ينسجم مع التوحيد الربوبي. وبالحقيقة فوجئت بالكم الهائل من التوحيد الربوبي في فقراتي وكلمات الإمام في الصحيفة السجادية. وهذا ما يسمح به الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حفظك الله يا شيخ، الله يجزيك. شكرا جناب الشيخ، الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لسيد رئيس الجلسة ومداخلتي مع الباحث جناب الشيخ سلام الناصري، شكرا لما قدمه في ملخصه. مداخلتي في تصوري أن العنوان لو كان هكذا: البعد العقائدي في تراث الإمام السجاد عليه السلام أولى وأفضل وأدق مما تفضل به جناب الشيخ البعد الكلامي، فهناك فارق بين علم الكلام وعلم العقيدة، بل وهناك سيحتاج يقول البعد الكلامي أو البعد العقائدي التوحيد نموذجا. لو قال مباشرة البعد التوحيدي في تراث الإمام السجاد عليه السلام لكان أولى، أو يمكن أن يقول التوحيد، مسألة التوحيد في تراث الإمام السجاد. شكرا لكم.
ربما والحق مكفول لجناب الشيخ سلام الناصري، بسبب ضيق الوقت ما أتيحت له الفرصة لاستجلاء، وهذا استنتاج من عندي العفو. بهذا المعنى يجوز صار عندك جناب الشيخ تصور، ولكن الرأي أيضا متروك لجناب الشيخ. نعم السيد، نستأذنك جناب الدكتور العفو لي. تفضلوا سيدنا، تفضلوا. جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم على عجالة. بالنسبة لجناب الشيخ سلام الناصري، التركيز على مفردة التوحيد في المنظومة العقدية كان تركيزا موفقا، انطلاقا مما ذكرته من أن الإمام سلام الله عليه مضافا إلى البعد التربوي في أو الطابع التربوي في طبيعة أدائه لدوره بشكل بارز، الطور التعليمي كان ذكرت أنه في الأوليات وأولى الأوليات كما أشار الباحث واقعا كانت وهي الجامعة للمنظومة العقدية هي مسألة التوحيد. هذه من جهة. بالنسبة لمداخلة الأخ الدكتور الشيخ حسام العبيدي الشيخ أبو علي مشكورا، لعل نظر الشيخ كان في تصحيح عنوان البحث، وهو يعني استبدال مفردة الكلام بالعقائد. لعل النظر الشيخ كان نظره لغوية أكثر من النظر الاصطلاحي. الاصطلاح علماء الكلام أو العلماء العقائد بصورة عامة لا يفرقون علماء الكلام بحسب الاصطلاح مو بحسب اللغة. لهم إطلاقات متعددة لهذا العلم، يعبر عنه بعلم الكلام، ويعبر عنه بعلم العقائد، ويعبر عنه بعلم التوحيد، ويعبر عنه بعلم أصول الدين. له 6 أو 7 أسماء كلها فيها حيثيات مأخوذة. عبر عنه بعلم التوحيد لأنه رأس العلوم، لأنه رأس المطالب. عبر عنه بعلم العقائد لأنه ما يعقد عليه القلب. عبر عنه بعلم أصول الدين لأن الدين يبتني على هذه الأصول الخمسة. فأنا انتخبت علم الكلام لأنه هو لا يفرق من حيث الإطلاق الاصطلاحي لا من حيث المبنى اللغوي. أحسنت. شكرا جناب الشيخ.